أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. حديثنا في هذه الحلقة سؤال يمكن لأول وهلة يبدو غريبا عليك، لكن هذا واقع عم نشوفه في هذه الأيام. لماذا يبغض العالم المسيح؟ والرد والجواب على هذا السؤال أكيد بحدد مصيرك وكمان بحدد أبديتك. أنا بدعوك إنك تشاهد هذه الحلقة بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة، وأنا بصلي اليوم إن هذه الحلقة تكون سبب بركة لحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مرة ثانية في برنامج ليكن نور، وحديثنا في هذه الحلقة يمكن سؤال صادم لبعض المشاهدين، السؤال: لماذا يبغض العالم المسيح؟ يسرني أن أستضيف إلى هذه الحلقة أخ معروف وصديق غالي على قلبي أيضا، الأخ إليا موريس الأخ إليا كورولوس خادم الإنجيل. أهلا وسهلا أخ إليا. أهلا بك أخ نزار، فرحان وشرف كبير أكون مع حضرتك في هذا البرنامج. ألا تتفق معي السؤال لما الواحد بيسمعه يعني في صدمة في البداية لما بنسمع لماذا يبغض العالم المسيح؟ طبعا شيء غريب على شخص عظيم محب فادي مخلص الله الظاهر في الجسد أن يبغض، طبعا أمر غريب جدا. والمسيح لولا أن هو قاله ما كنتش أقدر أقوله: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. طبعا يمكن هاي الجملة البعض يقول أنه مش صحيح، يعني في ناس مثلا لا تتفق مع رسالة المسيح بالكامل. فمثلا أنا شو بسمع لما بحكي عن المسيح، لما بتكلم عن حياته، عن أخلاقياته، عن سلوكياته، بتكلم عن تعليمه، عن معجزاته، لحديت هذه النقطة يمكن في تفاهم. لكن لما بصل عند نقطة اللي هي بتكلم عن الهدف وعن الهوية ليسوع المسيح، إنه جاء إلى العالم ليقدم نفسه كفارة فداء ويموت على الصليب ويقوم من الأموات، هون بيبتدي الاصطدام. بقول لك أنا بحبه بس أو لكن مش مثل ما أنت بتفكر الأمر. الناس البعض منهم لما بقول العالم يبغض المسيح، طبعا هنوضح بعد شوية لا أقصد بها كل البشرية، لأن هناك الملايين يحبوا المسيح بقلب طاهر بشدة ويتبعوا المسيح كمخلص، لكن هناك البعض زي ما حضرتك تفضلت وقلت عايزين المسيح فقط البطل صانع المعجزات، الشخص الذي يحل مشاكلهم، لكنهم لا يريدوا المسيح هو الله الظاهر في الجسد الذي جاء وتجسد ومات على عود الصليب. لأنه بتعمل اصطدام للفكر البشري، كيف أن البطل العظيم يموت يوما من الأيام؟ وعشان كده العالم على الصليب يموت، على الصليب يموت وعلى الصليب، الاثنين بيعملوا مشكلة للناس. مش عايزين فكرة الموت، مش عايزين فكرة الصليب، عايزين فقط واحد بطل يجيب لهم طلباتهم، يعطيهم خبزا وسمك، لكن مش عايزين يصطدموا بهذا الشخص الذي يحدد المصير، التوبة عن الخطية ويعطي الحياة الأبدية. ذكرت أو أنت اقتبست من الآية اللي هي موجودة في إنجيل يوحنا إصحاح 15، وكمان حطناها على الشاشة من يعني من فترة بسيطة. الآية بتقول: إن كان العالم
يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. طيب المسيح بيتكلم عن هذه الآية عن أي عالم بيتكلم؟ من هو العالم في نظر المسيح اللي بيبغض المسيح؟ الرب يسوع المسيح اتكلم عن العالم عدة مرات في إنجيل يوحنا بصفة خاصة، وقبلها البشير يوحنا لما كتب عن العالم يقول كان في العالم وكون العالم به. ده أول مفهوم لكلمة العالم، كوزموس اللي هو الخليقة. طبعا المسيح لا يقصد في هذه الآية، لا يقصد العالم الكوزموس، الخليقة التي خلقها. ثم المفهوم الثاني لكلمة العالم هو الناس، عندما يقول الرب يسوع في يوحنا 3:16 لأنه هكذا أحب الله العالم. العالم يقصد بها الناس، كل الناس بصفة عامة، وإن كان جزء من الناس حسب أصل الكلمة منهم الذين يبغضوا المسيح. لكن عندما يقول هنا المسيح العالم يبغضني، يقصد بالعالم النظام والطريقة التي يعيش بها الناس البعيدين عن الله، اللي سماها الكتاب العالم الحاضر الشرير، اللي سماها الكتاب أحب الناس الظلمة أكثر من النور. هذا النظام العالمي الذي يمجد الخطية ويبغض البر، الذي يمجد الأشرار ويبغض المسيح المخلص، هذه الطريقة اسمها العالم الذي يبغض الرب يسوع المسيح. النهاردة حط في المنافسة قدام العالم، حط واحد ممثل مشهور، حط سامحني في التعبير راقصة، وحط قدامه حط باراباس وحط المسيح، ماذا يختار العالم؟ هيختار الأولانيين. هذا هو النظام العالمي الذي أحب الظلمة أكثر من النور. وتحذير الرسل بشكل عام هو تحذير ضد نظام أو فلسفة أو قيم العالم. هذا العالم بقول لا تشاكلوا هذا الدار، أو لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم. وهي الرسالة مش بس منشوفها في العهد الجديد، هي الرسالة كمان منشوفها في العهد القديم. الله مرارا وتكرارا بحذر شعبه من المشاكلة، أنه ينخرط أو يختلط مع الشعوب الأخرى لألا يتشكل بحسب مبادئهم وبحسب قيمهم. وهذا ما حدث في القديم مما أدى إلى السبي، أنه الشعب اتهزم وراح إلى السبي. ونفس الرسالة في العهد الجديد. نعم في العهد القديم أكثر من مرة الرب حذر الشعب أن هم ما يتقلدوش بالشعوب اللي حواليهم. قال لهم أنتوا شعب مميز. ليه الفكرة؟ هل الله بيحب ناس عن ناس؟ الإجابة لأ، لأن الله مش عايز الشعب الخاص بتاعه يتمثل بالطريقة اللي بينفذوها الناس، يحبوا الأصنام أكتر من الله، يحبوا الخطية أكتر من شخص الرب وعبادة الرب. حتى أن يشوع في يوم الأيام قال لهم اعبدوا أنتم من تعبدوا، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. لازال الرب يؤكد في حلقتنا أنه العالم والنظام العالمي والتفكير بتاع الناس النهاردة يحبوا الماديات أكتر من ربنا، يحبوا الأشرار أكتر من المسيح المخلص، بالعكس ده أحبوا الهلاك وأحبوا الموت والدينونة أكتر من الخلاص والحياة الأبدية اللي بيقدمها الرب يسوع المسيح. طبعا في أنبياء، في حكماء، في ناس أقوياء عظماء إلى آخره، في من تتفق معهم، في من ترفض رأيهم، لكن هون المسيح بيتكلم عن شيء محدد وشيء مصيري في نفس الوقت. بيتكلم عن انه العالم يبغضني. طب اذا بنعمل هالمقارنة، طب كل واحد بيتحب وفي جزء لابد انه يكره المسيح، فشو الفرق في هالموضوع؟ هل ينطبق هذا القول او هذا الكلام على يسوع المسيح؟ مش غريب بصراحة، مش غريب انه العالم يبغض المسيح اللي ما بنشوفش أي شيء غلط فيه إطلاقا. طبعا أولا فكرة أنه في شخص يتحب ويبغض، هل هذه الفكرة تطبق على المسيح؟ أقول لا، لأنه أي شخصية في العالم، امسك نيرون، هتلر، هيرودس، أي شخصية في العالم، حتى الأنبياء تجد لهم أخطاء ولهم إيجابيات. لكن الرب يسوع المسيح هو الشخص الوحيد الذي
لم يفعل خطية ولم يكن في فمه غش. الوحيد الذي شهد له من الله الآب، شهد له من الناس حتى الأشرار، شهد له حتى من الشياطين، وشهد له من المؤمنين أنه بلا خطية. الله الآب شهد عنه، قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. الروح القدس شهد للمسيح عندما جاء واستقر عليه في هيئة جسمية مثل حمامة. الشياطين شهدوا للمسيح، واحد منهم قال له أعلم من أنت، أنت قدوس الله. بيلاطس في يوم من الأيام غسل يديه وإن كان طبعا غير معفى وقال أنا بريء من دم هذا البار. إذن مش زي بقية الشخصيات، في ناس تتفق وترفض، لا تتفق عليه لأن المسيح بلا خطية. الحاجة التانية، أي شخصية في العالم تحبها أو ما تحبهاش حضرتك مش تتأثر بالموضوع دوت، لكن المسيح عندما تبغضه أنت تبغض حياة الله الأبدية المقدمة لك. مش بنتكلم على إعجاب بشخصيات أو عدم الإعجاب بيها، السلبيات والإيجابات، لا، احنا بنتكلم على حمل الله، خلاص الله، أرسل الله، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه إلى العالم، هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. إذن هنا كون أن أنا أقبل هتلر أو ما أقبلهوش أنا مش أتأثر بحاجة أبديا، لكن المسيح هو عطية الحياة الأبدية اللي جيالي، الخلاص المقدم إلي، فعندما لا أقبله أنا بأحكم على نفسي بالدمار الأبدي. شخصية المسيح شخصية كاملة، مكتوب عنه كان يطوف كل قرى الجليل، يعلم، يشفي، يكرز، وهكذا عندما وقف في مجمع الناصرة قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكنين، والناس كانت تتعجب من كلمات النعمة اللي بتخرج من شفتيه. لكن شو اللي صار؟ ليه؟ يعني ليه العالم بيبغض المسيح؟ لما أرجع لكلمة الله وأرجع للأقوال اللي قالها المسيح ألاقي على الأقل خمس أسباب. أخ نزار لو تسمح لي أقولهم من كلمة الله لماذا يبغض العالم، وعايز أقول حطها جنبها العالم الشرير البعيدين عن الله، لأن عايز أوضح لأحباء الأفاضل هناك أناس قال عنهم الرسول بولس في أفسس 6 الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد، اللي قال عنه مثلا بولس ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لماذا يبغض العالم الشرير المسيح؟ واحد، لأن المسيح يشهد على أعماله الشريرة. يوحنا 7:7 قال الرب يسوع ولكنه يبغضني أي العالم لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة. فالمسيح جاء مش زي بقية المصلحين والسياسيين والمجاملين اللي عايز يعمل حاجة يعملها، لا، المسيح جه وقال على الخطية خطية وعلى الشر شر وعلى الحياة الأبدية حياة أبدية، وأعطى الفرصة لأتباعه أن يتركوه، وقال بكل يعني وضوح يعني أي شخص إن, 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 إن أحد لا يبغض أباه أمه أخاه أخته حتى نفسه فلا يستحقني أو فلا يكون لي تلميذ. في أكثر من هيك وبعدين بقول إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه، يعني عم بحط يعني صعوبات أمام الناس، مش عم بسهل الموضوع، عم بقول لك تتبعني هذا هو الطريق. في يوحنا 6 لما الناس سمعوا عن المسيح بيقول أنا هو الخبز الحي فرجع كثيرون من ورائه، راح المسيح بص على التلاميذ بتوعه قال لهم ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا، مش هتفرق معايا، فأعطى الحرية تماما. السبب الأولاني لماذا يبغض العالم المسيح؟ لأن المسيح يشهد على أعمال العالم الشريرة. سبب رقم 2 يقول لنا الكتاب أن الرب يسوع قال في يوحنا 17 وعدد 16 تكلم عن نفسه وقال أنا مش من العالم، تكلم عن المؤمنين قال ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم. يعني مش من العالم، مصدره مش من العالم، مملكته زي ما قال بيلاطس مملكتي ليست من هذا العالم، يعني مش العالم اللي بيختاره وبيحط له المبادئ. ولأن المسيح ليس من هذا العالم لا يوافق على شره ورياءه وفساده ونجاسته وأعماله، فالعالم يبغضه.
رقم ثلاثة، ليه الناس بتحب المسيح اللي عمل كل ما هو للخير لهذا العالم؟ الكتاب يقول صراحة في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 2 وعدد 18، أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة وقد سمعتم أن ضد المسيح يأتي. في حاجة اسمها أنتي كرايست، روح ضد المسيح. وقد صار الآن الضاد للمسيح كثيرون. أنا بستغرب ليه الناس بتبغض المسيح اللي بيشفي، اللي بيخلص، اللي بيفدي، اللي بيدي حياة أبدية. حاجة لأنها هناك روح، روح شرير طبعا يسود على الناس البعيدة عن الله. هذا الروح هو ضد المسيح. هذا الروح يقود الناس بعيد عن المسيح. قال عنه الرب يسوع: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. روح ضد المسيح. سبب الأخير واكتفي به، رب يسوع المسيح قال لنا في يوحنا 3، قال لنا كده أنه النور جاء إلى العالم، رب يسوع المسيح، وإيه اللي حصل؟ أحب الناس الظلمة أكثر من النور. ليه الناس بتحب الظلمة أكثر من النور؟ قال لأن أعمالهم كانت شريرة. وبعدين الرب يسوع يقول عبارة في منتهى الأهمية أخ نزار، يقول لنا كده: لأن الذي يفعل السيئات يبغض النور. أنا بعمل حاجة غلط فمش عايز أجي للنور عشان ما تكشفش، أنا عايش في الزنا، في النجاسة، في الفساد، في البعد عن ربنا، مش عايز المسيح ونور المسيح. لا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله. عشان كده بشجع كل واحد النهاردة، سيب الظلمة، تعال إلى المسيح المخلص، النور الحقيقي الذي ينير قلبك وحياتك. قال المسيح: من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. لكن طبعا كل شيء له يعني نتيجة، له عاقبة، فسواء الإنسان أحب المسيح وقبله أو أبغض المسيح. فالسؤال يعني الأشخاص اللي يعني شو مصير الأشخاص اللي بيبغضوا يسوع المسيح؟ زي ما قلنا من الأول، الموضوع مش مجرد إعجاب بالمسيح، أعجب به ولا لأ، لكن هنا أحب المسيح معناها إن أنا أأخذه لحياتي. نعم، وده اللي قاله الرب له كل المجد في القديم في سفر الأمثال أصحاح 8، قال: من يجدني يجد الحياة وينال رضا من عند الرب. وبعدين وقال: من يبغضني، اللي يبغضني بعد كده أو اللي يبعد عني، من يخطئ عني يضر نفسه. اسمع الكلمة اللي جاية: وكل مبغضية يحبون الموت. فبغضة المسيح مش معناها أنا بحبك أو لأ، بغضة المسيح معناها مش عايزك. والمسيح جاء من السماء ليقدم لي غفران خطيتي، خلاصي من الهلاك الأبدي، الحياة الأبدية. فعندما يأتي الإنسان يقول لربنا: أنا مش عايزك، أنا مش عايز المسيح دوت، النتيجة تخيل مثلا أنا بغرق في البحر أو المحيط وحضرتك نازل تمدلي إيدك، وأنا عارف أنك راجل سباح كويس يا أخي نزار، حضرتك نازل تمدلي إيدك وتقولي تعالى طلعك إلي، وأنا أقول لك مش عايزك، أنا بكرهك. هنا الموضوع مش موضوع إعجاب بحضرتك ولا لأ، لكن هنا الموضوع يخص إنقاذي وخلاصي الأبدي. إذن بغضة المسيح تقود إلى الهلاك الأبدي. رب يسوع المسيح قال لنا في مثل الكرامين اللي جم وقالوا الابن الوارث جاي، هلما نقتله فنرى ماذا تكون يكون الكرم لنا. نتيجة الرب يسوع في الآخر قال: أولئك، أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، أولئك الكرامون الأردياء، هيعملوا إيه دوت؟ دولت سيهلكون هلاكا سريعا. هاتوهم قدامي، أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، هاتوهم قدامي واذبحوهم. أختم بمزمور 2. مزمور 2 بيتساءل الروح القدس: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ ليه مش عايزين المسيح؟ وليه عمالين يبغضوا أتباع المسيح؟ وعلى فكرة أحبائي، ما تستعجبوش يا من تحبوا المسيح وتتبعوا المسيح لما تلاقوا بغضة من العالم. قال المسيح: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. مزمور 2 بيقول الروح القدس: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟
قام ملوك الأرض والرؤساء على الرب وعلى مسيحه، وغرضهم هلما ننزع عنا قيودهما، نقطع عنا ربطهما. وبعدين الكتاب يقول الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. وفي الآخر يقدم نصيحة جميلة قوي الروح القدس، يقول أيها الملوك تعقلوا وتأدبوا يا قضاة الأرض. نصيحة بقى جاية هي بقى، قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه. إخوتي الأحباء، أشجع كل من يشاهدنا، اقبل المسيح، خد المسيح، حب المسيح، فتنال حياة أبدية. طبعا بالمقابل احنا قلنا شو مصير اللي بيبغض المسيح، شو البركات اللي بحب وبيقبل يسوع المسيح. بشير يوحنا قال لنا في يوحنا 1:12، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمي. وفي آيتين كمان بحبهم بيقدموا لنا بركتين تاني كمان حلو للي بيحب المسيح. في إنجيل رسالة يوحنا الأولى أصحاح 5:12 يقول الكتاب من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. إذن اللي ليه الابن له حياة أبدية. رقم 3 وآخر حاجة، في أفسس 6 الآية اللي بنحبها وعدد 24 يقول النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. فكل من يقبل المسيح ويحب المسيح ويكون في شركة مع المسيح له الحياة الأبدية، بل له كل بركة. قبل ما أخذ فاصل، إذا ممكن أسألك، يعني الآية اللي بتقول أبغضوني بلا سبب، شو تفسيرك لهالآية؟ يعني ممكن حضرتك يجي واحد دلوقتي يتصل بيك ولك أنا محبش إلي، ويطلع لك 500 سبب. يمكن البعض منهم حقيقة أو غير حقيقة، لكن في سبب ممكن الناس ما تحبنيش. لكن المسيح ما فيش سبب، لكن أتحدى، والمسيح نفسه تحدى، مش أنا بتحدى أخي نزار. قال من منكم يبكتني على خطية. أنا أتحدى لو واحد في العالم قدر يقف يقول أنا بحبش المسيح عشان، لكن أنا عندي 6000 سبب يقول أنا بحب المسيح عشان. فإذا ممكن يكون جهل، ممكن يكون كبرياء، ممكن يكون زي ما ذكرت خطية غير معترف فيها، فأنا مش عم باجل المسيح لأنه نور المسيح بفضحني، بيكشف خطيتي. هيرودس لما وقف قدامه المسيح، هيرودس ده ملك كان نجس شرير، عايش في علاقة آثمة مع هيرودية امرأة أخيه. وبعدين لما وقف المسيح قدامه في المحاكمة، يقول الكتاب أن هيرودس كان منتظر أن المسيح يعمل له أعجوبة ومعجزة يتسلى بيها ويسقف له، لكن لما سأل المسيح أسئلة المسيح لم يجبه بكلمة. كانت النتيجة أنه احتقر المسيح، لأنه وقف وجها لوجه أمام النور الحقيقي فرفض أن يعترف ويخلص من خطاياه. النتيجة بدل أن يحب ويقبل المسيح احتقر المسيح. أخ إليا، رح ناخد هيك فاصل قصير وبعد إذنك بعديها رح ناخد بعض المكالمات. بحب أشجع إذا عندك أي مداخلة، الخطوط حاليا مفتوحة فيك تتواصل معنا. سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أعزائي المشاهدين، حديثنا عن السؤال لماذا يبغض العالم المسيح. الأخ إلي يتكلم عن بعض الأسباب وتكلم عن مصير الإنسان الذي يبغض المسيح، مصير الهلاك الأبدي، لكن الذي يحب ويقبل المسيح
ينتفع بكفارة المسيح فله حياة أبدية ويصبح ابن أو بنت للرب له كل المجد. في معنا بعض المكالمات، خليني أخذ المكالمة الأولى من كرومي من الجزائر. أهلا وسهلا أخ كرومي، أنت معي على الهواء. أهلا الأخ الأستاذ الكبير أستاذ شاهين. أهلا وسهلا يا أخ كرومي والأخ الذي معك. شكرا الأخ إليا. هل تسمعني سيدي؟ نعم نسمعك جيدا. أنتم تقولون بأن حقيقة، وهذه حقيقة، أن المسيح هو الوحيد الذي بلا خطية. نعم. حتى الأنبياء والرسل والقديسين كانت كلهم لهم خطايا لأنهم بشر. بينما الوحيد الذي ينفرد بلا خطية هو المسيح عليه السلام أو له المجد. نعم. والمسيح هو رحمة الله وكلمته وروح من الله، إذن هو الله. إذا كان هو الله فليعقل أن هناك في البشر من أي ديانة أو من خلفية كانوا أنهم يناصبون العداء المسيح ويكرهونه؟ لا أظن هذا. لا أظن أن هناك كائن عاقل إلا إذا كان شريرا أو كان شيطانا هو الذي يكره المسيح وينصبه العداء، أو يكره من يسيرون على طريقته. وإن كنت أنا لا أؤمن أن ما جاء في الأناجيل، وأنا أقرأها وقد درستها مرارا، لم أجد بها ما يعيبها أو يشينها، حتى ولو تأخذها كفكر بشري فهي فكر راقي وسامي. لماذا؟ لأنها تنادي بالمحبة والوداعة والتسامح، وهذا ما ينقص البشرية. ولقد صدق الأب، أطال الله عمره، الأب مكر رينان عندما قال الإنسانية بلا محبة فليست إنسانية. وشكرا أيها السادة المحترمين. طيب أخ كرومي، أنت تسمعني؟ أنا بشكرك على هذه المداخلة الجميلة، لكن دعني أقول لك بكل صراحة أنه فعلا توجد أو يوجد كثيرون من الناس الذين يبغضون المسيح، ليس لعمل يعني حسن مثل ما بيقول الإنجيل، لكن يبغضونه بسبب ادعاءاته، بسبب أقواله. فمثلا المسيح، نحن نقول المسيح هو الله الظاهر في الجسد، والمسيح كابن الإنسان قدم نفسه فداء ومات على الصليب، هذا بسبب محبته الكثيرة. فالناس لا تحب أن تسمع مثل هذا الكلام. والشيء الآخر أخ كرومي، عندما نتكلم عن المسيح أو المسيحية في كثير من الأوساط نصطدم أن في ردة فعل غريبة، لا يريدون أن يسمعوا، مع أنه المسيح لم يفعل شر ولم توجد فيه خطيئة، وحتى هو الذي قال من منكم يبكتني على خطيئة. فنحن أمام المسيح الكامل، فأمام المسيح الكامل إما أن نحبه أو ونقبله أو نرفضه. فأنا أدعوك يا أخ كرومي أن تحب وأن تقبل المسيح. رجائي أن أعاقب على هذه الكلمة، حتى أن فارغا أنني لا أتفق معك أن المسيح هو إله، ولكن هذا لا يعني أنني أنصبك العداء. لماذا؟ أنا في جوهر تعاليم المسيحية عندما تغوص فيها تجد فيها أخلاق إنسانية رافعة راقية. فما الذي يجعلني أن أعادي، حتى ولو أنني لا أعترف بهذا، ولكن لا ألزم نفسي أنني أعاديك. لماذا؟ بسبب هو أن
تعلم المسيحية عندما تتعمق فيها وتدرسها لا تجد فيها ما يعيبها ولا ما يشينها ولا ما هو ضد الإنسانية فيها لأي كان. فالمسيحية بمحبتها منفتحة حتى على أعدائها. فمن الذي يجعلني أناصب المسيحية أو المسيحيين أنا أفهمك أخي كرومي، أنا أفهمك لأنك أنت باحث ومفكر وتنظر إلى الموضوع من ناحية منطقية، لكن عاوز أقول بكل وضوح يا أخ كرومي، مهم جدا عندما تحب الرب وتقبله، هذا شيء مصيري، هذا ما تحدث عنه الأخ إليا. هنا مش مسألة أنا أحب أو لا أتفق مع شخص، لأن المسيح وضع يعني حدود معينة للشخص الذي يحبه أو يرفضه. فواضح أنك أنت بتحب المسيح ولا تكن العداء للمسيح، لكن أنا أدعوك إلى دعوة أعمق أن تختبر محبة المسيح وأن تلتقي بالمسيح وأن تتوجه ربا ومخلصا وسيدا على حياتك، فعندها ستتغير كل الأمور في حياتك والمنظور أيضا بيختلف في حياتك. تفضل أخ إليا. شكرا أيها المؤمن، رجائي أن تصلي لي لأن المسيح لا يمكن أن تعرف بألوهيته إلا بمعونة الروح القدس. أيوة مزبوط. أمين. شكرا وأنا بشكرك على صراحتك. أصلي يا سيدي أن يهبني الله روح القدس. أمين. ويقودني إلى أمين. النور. أمين باسم المسيح. أمين أمين أخ كرومي، أنا بشكرك من كل قلبي. يعني لو كنت أنت جنبي عانقتك وقبلتك يا أخ كرومي، وبحبك حبيبي. شكرا كثير، ربنا يباركك، ربنا يباركك. أي تعليق أخ إليا؟ بسرعة أقول أن كنت لأقبل ما يقدمه الشخص فأنا أبغض، وكلمة أبغض مش معناها أناصبك العداء وأطلق عليك الرصاص، لكن البغضة درجات. لكن المسيح قال الذي إن أحبني أحد يحفظ وصاياي، وحفظ الوصايا معناها مش ان انا ارددها، لكن اقبل ما عمله مثل المسيح لاجل على الصليب. عندما ارفض ولا اخذ المسيح مخلص جاء من السماء فانا ابغضه. خليني اخذ كمان مكالمه من الاخ مهدي من المغرب. اهلا وسهلا اخ مهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. تفضل يا اخ مهدي، اتفضل، انت معانا على الهواء. نعم شكرا. استاذ عندي لك الاسئله. اتفضل. اللاهوت والناس الناسوت واللاهوت. اتفضل سؤال. اتفضل يعني اتكلم معي مباشره عن طريق الهاتف. تفضل. الناسوت معنى انه بشري عبد الله صحيح؟ الناسوت يعني ايش؟ اسف. انه بشري عبد الله. انه بشر. البشريه. أيوة. البشريات. ايوه تفضل. انه الناسوت معنى انه بشري عبد الله صحيح؟ الناسوت يعني بتتكلم عن انسان. انسان. نعم نعم. واللاهوت هو اله. اله صحيح؟ نعم. كيف يكون عابد ومعبود في نفس الوقت؟ وكيف يجتمع اللاهوت والناسوت مع بعضهم في نفس الوقت وفي آن واحد؟ طيب هذا هو سؤالك اخ مهدي؟ نعم. طيب اتفضل اسمع الجواب وراح اطلب من الاخ إليا يجيبك على هذا السؤال. شكرا كثير، سؤال كثير حلو. اذا ادركنا ان الله على كل شيء قدير المشكله اتحلت. الصعوبه ان الله ياتي ويحل في انسان، لا اجد مشكله ابدا. والكتاب قال لنا بالاجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لا يوجد شيء صعب على الله، لكن كل شيء مستطاع لدى الله. الله أراد في يوم من الأيام أن يأتي ويحل بلاهوته في إنسان
والكتاب يقول لنا أن الله ظهر في الجسد، لا نقول أن الله تحول وأصبح إنسانا، لكن الله جاء وظهر في صورة إنسان وعاش في أرضنا، لم يختلط هذا بذاك، لكن جاء زي ما قال لنا الكتاب وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة الله وحق. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. لا يوجد صعوبة حتى على المنطق أن الله يعمل أي شيء أخي العزيز. ومثل ما قال أخونا الكرومي أنه واحد من الأشياء اللي لفتت انتباهه في المسيحية وأعجب بشخصية المسيح قال عنه أنه كلمة الله. الله، فنحن نقر ونقول أن المسيح هو كلمة الله، جاء في ملء الزمان يعني في زمن معين، أخذ جسد بشريتنا نعم. حتى يقدم فداء، لكن هذا الجسد هو كان يحجب اللاهوت، اللاهوت غير محدود نعم. فهاي هي السر اللي من الأسرار الإلهية، إنه المسيح يتخذ جسد في ملء الزمان وفي نفس الوقت هو إله كامل كإيمان نعم. مسيحي. خليني أخذ من فريال، الأخت فريال من بريطانيا، أهلا وسهلا أخت فريال، أنت معنا على الهواء. ألو أخ نزار، سلام نعمة المسيح معاكم على الأخ إيليا. ومعك أيضا، شكرا وسهلا. أخ نزار نشكر الرب، أنت مكفيتي ووفيتي مع الموضوع، فقط أريد أن أعلق أنه العالم يكره المسيح لأن رئيس هذا العالم هو الشيطان نعم. والشيطان يكره المسيح لأنه سحق على الصليب نعم. والسبب الآخر العالم يكره المسيح لأن طريق المسيح طريق باب ضيق وكرب والإنسان يعيش حياة القداسة، لكن العالم يريدون أن يسيروا في الباب الواسع والسهل ويفعلون ما كل ما يشاءون. النقطة الثالثة أخي زار، المسيح يحرر من سلطان الخطيئة، والشيطان يريد الناس أن يبقون تحت سلطانه تحت قبضته ويعيشون في الخطيئة وفي الظلمة وأحب أن أقول أخ نزار، أريد أن أفرح قلوبكم وأقول للأخ الرومي اللي أنا حقيقة أحترمه وأحبه جدا، في فترة قصيرة أخوات سنتين من الخلفية الإسلامية من الحظيرة الأخرى نشكر الرب كانوا يحضرون معنا في الكنيسة وفي دراسة الكتاب المقدس ويسألون أسئلة كثيرة وكنا نجاوب، وشافوا محبة المسيح من خلال معاملته لهم، وطلبنا منهم أن يصلون من كل قلبهم أن الرب يظهر نفسه لهم، وفعلا هذا ما حصل. خلال شهر أخ نزار طلبوا الرب يسوع المسيح من كل قلوبهم، وكل واحد وحدة اتعامل معها بشكل يختلف عن الأخرى، والسنتين قبلوا الرب يسوع المسيح له كل المجد، ووحدة منهم الآن تشهد لأهلها في سوريا من خلال التلفون. نشكر هذا الرب الإله اللي يظهر نفسه لمن الإنسان يطلبه من كل قلبه. وأنا أقول لك يا أخ الرومي مثل ما قالوا لك الأخوة، اطلبه صلي من كل قلبك، حتما راح تشوفه ويظهر نفسه لك وراح تآمن بينه كإله ورب ومخلص. شكرا أخ نزار، الرب يبارككم ويحافظ عليك ويباركك. شكرا كثير يا أخت فريال، ربنا يباركك. وباخذ كمان الأخت نهال، الأخت نهال من بريطانيا، أهلا وسهلا أخت نهال، تفضل أنت معنا على الهواء. أهلا بك يا أسيس نزار، وأهلا بالأخ إلي، ربنا يبارككم. طبعا متألقين كالعادة، أنا فعلا عندي نقطتين اثنين، يعني لو عايز ألقص فعلا حياة السيد المسيح أقول إن هو كان بيعمل كل ما يعلم به ولم يكن يفعل شيئا ليس في محله، وهو الوحيد اللي وقف بكل جرأة وقال من منكم يبكتني على خطية. عشان كده بالمقدمة اللي قلتها دي عايز أزيد في خبر حلو، إنه السيد المسيح ده اللي الناس بتبغضه هو الفرصة متاحة دلوقتي، لأنه هو كله محبة،
لانه من الهرطقات، وعايزه اقول ده خطر ان نقول ان المسيح في محبته هيقبل حد بعد الموت بحجه انه حنين ومحب. بعد الموت لا خلاص ولا فرصه، الفرصه الان. وعشان كده نفسي اسال الاخ ايليا سؤال، لو انا مشاهد واتقمص شخصيه واحد مسلم او واحد من شهود يهوه، فانا مش ببغض المسيح لكن انا مش بعطيه القدر بتاعه، انا كمسلم انا بقول عليه ان هو بعزه وبكرمه وبجله، بس هو مجرد نبي. ولو انا من شهود يهوه هقول انا برضه مش ببغضه لكن انا بعزه وبكرمه وبقول ان هو مجرد اله من الالهه، مش الالمايتي جاد، مش الله الظاهر في الجسد. فايه خطوره المشاهدين اللي عندهم الفكر ده يا اخ ايليا؟ وربنا يبارككم ويباركك. شكرا كثير على هذا السؤال. تفضل يا اخ ايليا. جه نيقوديموس في انجيل يوحنا اصحاح 3 وقال للمسيح: ايها المعلم الصالح، فانت معلم المعلمين وعظيم العظماء. المسيح لم يجامله ولم يشكره ولم يكتفي بهذا، قال له الرب يسوع المسيح: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. وتكلم له المسيح قائلا: أنا لست معلم فقط لكن رقم واحد، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. المسيح معلم، نعم. المسيح إله، نعم. المسيح صانع معجزات، أيوة. لكن رقم واحد لابد أن أؤمن بأن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد وجاء في العالم مخصوص، ليس ليعمل معجزات لكن جاء لكي يخلصني ويعطيني حياة أبدية. أحتاج أن أعترف به أولا ربا ومسيحا، هو الله الظاهر في الجسد، ورقم اثنين محتاج أن أقبله مخلصا وفاديا، بهذا أنال حياة أبدية. أمين. المسيح مش جاي بيعلن دعاية انتخابية سياسية أو دينية مجرد أنه الناس تحب أو لا تحب، تقبل أو ترفض، لكن رسالة المسيح رسالة مصيرية، يعني خلاص مكتوب: وليس بأحد غيره أنا الخلص. هو الطريق والحق والحياة. أمين أمين. خليني أخذ مكالمة من زيتوني. أهلا وسهلا أخ زيتوني من تونس، تفضل. ألو، أسمع أخ نزار. أهلا وسهلا، تفضل أخوي زيتوني، تفضل. وبالأخي لي بالله أريد بالله أن تسجل الملاحظات التي سألقيها الآن مع القس إلي. بالله هو يتكلم بالله تكلي، قال يقول من قال المسيح، نعم أنا كمسلم نحن نتيقن بأن المسيح لم يفعل أي نبي لم يفعل أي خطيئة، لأن هؤلاء قديسون وهم مرسلون من الله، ولكن الكتاب المقدس تتكلم عن الكتاب المقدس، القرآن قد نزل الصلب المسيح. لماذا؟ لأن يتكلم عن بولس: بالله لا تقاتل وتركني أكمل فكرتي ثم أعقد كما تشاء. يقول القس إلي: من يبكتني على خطيئة وأنا سأستشهد من الكتاب المقدس، لا أستشهد من القرآن كمسلم. أنا لا أتكلم الآن قرآن، لا أتكلم من القرآن، سأتكلم من الكتاب المقدس. يقول: من يبكتني على خطيئة؟ يقول في العهد القديم، يقول: من شتم أمه أو أباه، أي من يشتم أمه يقتل قتلا. ولكن عندما نقرأ في متى نقول ماذا نقرأ؟ هذا الإنسان العادي لا يفعل هذا، ما بالك بالمسيح؟ يقول: وفيما هو يكلم الجموع إذ أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه، فقال له واحد: هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموه. فأجاب وقال: بالله أسمع ماذا أجاب وماذا قال للقائد له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده، بالله هذا الإنسان العاد يفعل هذا مع أمه، ثم مد يده نحو تلاميذ وقال: ها أمي وها إخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات، أي أبي أي الله، ليس هو الله،
يقول الذي في السماء أو هو أخي وأختي وأمي أولا. ثانيا بالنسبة العهد القديم يقول لنا يقول من قال لي أخي وإن أخطأ إليك بالله اتركني أمامي الآن الآية يقول وإذا تقول أنه صح وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبد فماذا جاب؟ فقال له لماذا تدعوني صالح؟ أي أنه ليس صالح أي أنه خاطئ بحسب الكتاب المقدس ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. طيب أخ زيتوني زيتوني اسمعني لا لا زي أتركك بدك نوع تأخذ الجواب. أنت عم بتسرد أمور اللي هي نفس الأمور اللي عم تسردها يا أخ زيتوني هي بحد ذاتها أنت عم بتناقض نفسك وبنفس الوقت عم بتثبت عن جمال ورونق وروعة يسوع المسيح. خلينا يعني ناخذ الخطوه مع انه للاسف يعني انا مش عارف انت من اي مبدا يا زيتوني لا اعرف اذا انت مسلم او مسيحي او ملحد او ما بعرف يعني انا بقولها بكل محبه اذا كنت مسلم فالاسلام يشهد لصلاح ولكمال يسوع المسيح انه الوحيد الذي لم يخطئ. إذا قلنا أنك ملحد حتى الملحدين يمكن ما بيعترفوا بالله لكن عندما يصلوا إلى هوية يسوع المسيح بيعترفوا في جماله وفي كماله. فقط اسمع أقوال العلماء ماذا يقولون عن المسيح. أنت أخذت آية من العهد القديم من شتم أمه أو أباه يقتل قتلا والغريب أنه ربط الآية بأقدس شيء حديث المسيح لما جاءت القديسة مريم وإخوته يطلبونه قال من هم أمي وإخوتي بعدين بيقول الذين يفعلون مشيئة الله. فأنا بترك التعليق لك يعني هذه الآية لا تحمل أبدا 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 أي إهانة من المسيح إلى المطوبة العذراء مريم لكن المسيح اتخذ من هذه الآية ليعلن حقيقة إلهية جميلة أنه أتى لكي يكون عائلة كبيرة ليست عائلة انتساب له بالجسد لكن عائلة الله الروحية اللي قال عنها الكتاب أما كل الذين قابلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. هل أهان المسيح هنا أمه؟ هل قال كلمة خارجة؟ حاشا لا تجد في النص اللي انت قلته. لكن المسيح ينتقل من العلاقة الجسدية إلى العلاقة الروحية من هي أمي؟ من هم إخوتي؟ أراد الرب أن يعطي تعريفا جديدا لعلاقة العائلة ارتباط المسيح بأولاد الله. بينما عندما تذهب إلى الصليب أخي العزيز إلى إنجيل يوحنا أصحاح 19 تجد المسيح يكرم أمه المطوبة العذراء مريم عندما التفت إلى يوحنا الحبيب وقال له هو ذا أمك ثم التفت إلى أمه العذراء مريم وقال يا امرأة هو ذا ابنك. يعني على النقيض يعني اقتبس آية اللي هي بتشهد بتثبت وبتثبت كمال المسيح اقتبسها بشكل مغلوط وبعدين أيها المعلم الصالح أنا بعرف يا أخ زيتون أن جاوبنا على هذا السؤال عدة مرات هل المسيح هو المعلم الصالح؟ ألم يقل أنا هو الراعي الصالح؟ نعم وبعدين ما قالوش لا تدعوني صالحا سأله سؤال لماذا تدعوني؟ لماذا تدعوني؟ واستخرج من سؤاله حتى يعلم الأجيال أنه فعلا أنه هو الوحيد الصالح هو الوحيد الصالح اللي لم يفعل خطية. للأسف بيقتبس آيات خارج عن السياق والنص الحديث الكتابي. خليني أخذ جورج من كندا. أهلا وسهلا جورج تفضلت معنا على الهواء. السلام الرب يسوع أخي نزار وأخي إليا ربي بارككم تكلمتم بما فيه الكفاية بس كان عندي كلام أقول لماذا العالم يكره المسيح. أعتقد الجواب مثل ما تفضلتوا أنه واضح جدا لأن الإنسان الذي يتعبد بالجسد
أو ما يلتزم للجسد ويبتعد عن الروح فقد ابتعد عن الله. والعالم كله اليوم كما نراه يقتني كل الأشياء ما للجسد من ثياب وبيوت وسيارات وأموال، ولكنهم بعيدون جدا، لأنه الحقيقة أخي نزار الخطيئة تحلو ولكن لوقت ضيق ولوقت قصير، أما بعدها ففراغ تام. فلذلك ننظر كثيرين وخاصة من الناس الذين في جيوبهم أموال كثيرة قد انتحروا وقتلوا لأنهم وصلوا إلى نهاية الحبل والمطاف الذي هو فارغ، كما للشيطان يفعل للإنسان الذي في صحراء ينظر إلى الماء فينظر سراب ويقول إنه ماء، ولكن الحقيقة إنها كذب يكذب عليهم، وعندما يصلون يكون هناك لا أمل. فبدي بس أقول هذه الآيات، فيقول لهم يسوع، فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. وقال أيضا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي بالظلمة بل يكون له نور الحياة. أنا بس بدي أقول لأخي زيتوني، أخي زيتوني شرح الآية اللي أنت هلا شرحتها تفضلت فيها، هو جاب شاهد عن المسيح عم بيقول أنه جاء لكل العالم، جاء للخطاة، ليس جاء ليقتل الخطاة كما في بعض الديانات يا أخي نزار يقتلون من يخطئ، وكأن الله قد وضعهم على الأبواب لكي يقولوا لهذا اقتل هذا واقطع رأس هذا وهذا فعل خطأ. أما المسيح فدعا الخطاة للنجاة، ومن لا يتمسك في المسيح فهناك دينونة عظيمة. افتحوا عيونكم ومن له أذان للسمع فليسمع. وصلت رسالتك، شكرا كثير يا أخ جورج، ربنا يباركك. وخليني أخذ كمان مكالمة من عمانوئيل من الولايات المتحدة. تفضل أخ عمانوئيل. تفضل يا أخ عمانوئيل. أخ عمانوئيل تمعنا على الهواء. نعم ألو. أتفضل يا أخ عمانوئيل. أنا كيفك؟ تمام نشكر رب. كيفك أنت حبيبي؟ نشكر رب. تسأل، ما كان عندي شيء، ما كان بدي أتصل، بس كان أحب أعلق على هذا الزيتون. يعني بصراحة هذا الإنسان يعني مثل ما يقول العراقي مصخة، يعني سواها زيادة عن اللزوم، وعندي قناة الآرامية وقناة الحياة وقناة السادي. ما هو معناش إيش نخبي أخ عمانوئيل، معناش إيش نخبي حبيبي، خليه يتصل مليون مرة، ما عنا إيش نخبي، الكتاب واضح وقوي. لا أنا بفهم. أنا بس كان بدي أقول لك على هذا الإنسان اللي كل يوم عم يفوته نفس الأسئلة. يعني في ناس منتظرة أكثر أهم من هذا الشخص. أيوة. هذا الإنسان دائما عم يلقى أسئلة بدون ما يرجع للتفاسير المسيحية، عم يفسر كيف الكتاب المقدس. هذا كان بس قصدي إنه أقول على هذا الإنسان إنه لا أكثر ولا أقل. يعني على أي حال هو شهد لكمال المسيح، هاي نقطة إيجابية. نعم. فعلا، يعني حتى هذا الكلمة اللي قالها على أنه من هم أبي وأمي، يعني طفل صغير بالمدارس الأحاد المسيحية رح يجاوب على هذا السؤال البسيط اللي سأل، ومن عند حاله كتب سؤال بدون ما يعرف شنو قيمة السؤال. أخوي عمانوئيل حبيبي، أنا بشكرك فعلا على الاهتمام بتاعك، بس أنت صلي أنه رب يحمي هالبرنامج، وصلي كمان أنه فعلا يعلن ذاته لكل هؤلاء المتصلين بقوة الروح القدس. ربنا يباركك يا أخ عمانوئيل حبيبي، ربنا يباركك. خليني أخذ مكالمة من أبو مهند. أبو مهند أنت معنا على الهواء. أبو مهند أنت معنا على الهواء، تفضل. مساء الخير. مساء الخيرات أبو مهند، بس عشان الوقت خش مباشرة. تحية محبة للأخ الحبيب نزار شاهين وخادم الرب سيد كيرلوس. شكرا حبيبي. على تساؤلك على موضوع المطروح للمناقشة، لدي هذه الكلمة تقول: الله محبة، الله محبة. إنه تعبير عميق وعجيب في الوقت نفسه. ماذا تعني يا ترى هذه المحبة الإلهية؟ الله محبة إنه نص معقد للغاية، علينا أن نحله بهدوء، بدموع، بتوبة، بالصلاة، بالفرح، بالرؤية، بالإيمان، وأخيرا بالموت.
في ألمك كما في ضيقك، اعلم أن الله محبة، اعلم أنه مجروح جرحا عميقا عظيما في قلبك من أجلك، ومحبته لن تتركك ولن تهملك. الله يحبنا ونحن في ظلمة هذا العالم كما يحبنا ونحن في النور. وشكرا. شكرا أبو مهند، شكرا يا حبيبي، ربنا يباركك حبيبي وربنا يعطيك الصحة يا أبو مهند، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أخوي إليا، يعني يمكن احنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، يعني أوكي، شو الرسالة اللي بنوصلها؟ يعني معانا دقيقة من فضلك، شو الرسالة اللي بنوصلها للناس اللي عم بسمعونا؟ جاء المسيح يسوع متجسدا لكي يعطي كل منا حياة أبدية، يريد أن يخلصك، يسكن في قلبك. أشجعك من كل قلبي أنك تقبله وتأخذه ويكون نصيبك، مخلصك، فديك، فتنال حياة أبدية. أقرأ لك آية واحدة قالها الرب يسوع في إنجيل يوحنا أصحاح 3: الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. اقبله، خذه، الله الذي جاء متجسدا ليخلصك، فتنال حياة أبدية، تنال فيه كل البركات. حبه، اقبله، اتبعه. وحذار، لأن الرسالة تقول في مزمور 2: عن قليل يتقد غضبه، سيأتي المسيح قريبا، ليس مخلصا وفاديا لكنه ديانا. تعال إليه وسلم لي وحط حياتك بين إيديه قبل فوات الأوان، والرب معك. أخ إليا، شكرا جزيلا فعلا على هذا الموضوع الشيق، وعلى الرد على كل هذه الأسئلة. طبعا لا يسعني أنه لما بنتكلم عن يعني لماذا يبغض العالم المسيح، أنت ذكرت عدة أسباب، لكن أنا عاوز بس أشدد على واحدة من الأسباب اللي فعلا لفتت انتباهي، اللي هو الكتاب المقدس بسميه روح ضد المسيح. هذا الروح اللي بيعمل في أبناء المعصية، وهذا الروح لا يقبل ما لروح الله، وهذا الروح اللي عم بجند جنود، إما عن طريق البدع والهرطقات، وعن طريق الأعمال السحرية، وعن طريق كل الضلالات والإلحاد، حتى إيش، يحاول إنه يعني يضغط على الرسالة المسيحية ما تكونش مؤثرة وما تكونش فيها إنارة للآخرين. فأنا بشكرك فعلا من كل قلبي، اتشرفت بالوجود معك حبيبي، ربنا يباركك لأنك وضحت هذه الأمور. وأنا كمان بحب أدعوك في هذه اللحظات الأخيرة، إنه فعلا يعني بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. الرب جاي عن قريب. اوعك تفكرها إنه لعبة، حبيت ولا ما حبيتش، يعني يمكن العالم يقول لك I don't care، لا أبالي، بهتمش يعني شو ما عملت وشو ما أمنت. بس عاوز أقول لك شيء مهم، إنه الله بهتم، وبهتم في كل كلمة بتقولها. اعلن محبتك اليوم، اعلن سيادة المسيح على حياتك اليوم، سلموا حياتك وارجع إليه. الرب يباركك.